يقول نوح: بسم الله توكلت على الله. أرجوك يا أبي، هل لا تفكر مرة أخرى؟ رد نوح: إنه أمر الله يا بني، ولا يجب أن نجادل فيه. كما تريد يا أبي. أريد أن أحمل فأسا مثلكم، صحيح أني لا أبصر، لكني أريد المساعدة. رد نوح: سيأتي دورك يا راحم، العمل أمامنا كثير إن شاء الله. سأذهب لأعد لكم الطعام وأجلب لكم الماء. يقول نوح: أعرف أنكم في عجب مما نفعل، ولكن أريد أن تثقوا أن الله لن يضيعنا أبدا. قطع نوح الشجرة وقال: الحمد لله، شكرا لك يا رب.